مع بعض يعني ايه راوتينج على مستوى الاي بي نتورك. لو انت عندك شبكه، تعال تبص على السيناريو. لو انت عندك راوتر تمام، والراوتر ده هنا متوصل على سويتش، والسويتش ده عليه اجهزه، الاجهزه دي مثلا في شبكه معينه وليكن في 192 168 1 0، ده الشبكه بتاعتي هنا، الناس دي كلها في واحد كام؟ 1 0. وعندك الراوتر تاني، الراوتر التاني ده متوصل على سويتش زي ما انت شايف برضه، وعنده مجموعه من البي سيز او مجموعه من الاجهزه. الاجهزه دي في شبكه كام؟ قال لك في شبكه 192 168 2 0، في شبكه ثانيه خالص. لما يجي الراجل اللي هو بتاع 192 168 1 يكلم 192 168 2 0، ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده في شبكه تمام وده شبكه ثانيه، ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده بيروح للجيت واي بيقول له انت رايح فين؟ اول لما الجيت واي بيساله بيقول له انت رايح فين يا حبيبي؟ بيقول له انا رايح فين؟ رايح ل 192 168 2 0 شبكه ثانيه. طيب يجي الراوتر ده اول حاجه بيبتدي يبص على الراوتنج تيبل، في حاجه عنده اسمها الايه؟ الراوتنج تيبل. بيبص على الراوتنج تيبل، بيبتدي يبص هل عنده الشبكه، عنده علم بالشبكه 192 168 2 0. لما يجي يقول لك هنا هيجي يقول لك انا ما عنديش علم بالشبكه. ليه؟ انا اللي اعرفه اول لما الراوتر يشتغل معايا اعرف الحاجات الدايركت كونكتد بيا، الحاجات الدايركت كونكتد اللي هي ايه؟ اللي انا متصل بيها مباشره، زي الشبكه اللي هي 192 168 1 0، انا اعرف الشبكه دي. واعرف الشبكه هنا وليكن دي 192 168 3 0، دي شبكه ثانيه اللي هو الانترفيسز ما بين الايه؟ ما بين التو راوتر، دي شبكه ثانيه، انا اعرف مين؟ 192 168 3 0، واعرف واحد ايه؟ 1 0. انت بتيجي تساله تقول له انا رايح 2 0، يقول لك انا ما اعرفش 2 0. يجي هنا الراوتر برضو ده بيبني الراوتنج تيبل بتاعه في البدايه، بيديسكفر الدايركت كونكت. الدايركت كونكت نتوركس بالنسبه له مين؟ 192 168 2 0 ومعاها 192 168 كام؟ 3 كام؟ 3 0. طيب يجي الراجل بتاع 2 0 عاوز يروح لمين؟ ل 1 0. الراوتر ده يقول له انا ما اعرفش الكلام ده. انا ما اعرفش الكلام ده، ما عنديش معلومات في الراوتنج تيبل بتاعي بتقدر توصلني للديستنيشن اللي هو 192 168 كام؟ 1 0. ايه الحل هنا؟ قال لك الحل هنا لابد ان انت تعرف الراوتر، تعرفه هو عاوز او هو هيروح فين علشان يقدر يروح للشبكه الثانيه. قال لك عشان تعرفه يا اما هتعرفه من خلال ستاتيك، ستاتيك تمام راوتنج، يا اما يكون دايناميك ايه؟ دايناميك راوتنج. طيب الستاتيك راوتنج عباره عن ايه؟ الستاتيك راوتنج هو عباره عن مانوالي كونفيجرد باي الادمنستريتور. يعني الادمنستريتور بيجي يعمل ايه؟ يجي يعمل كونفيجريشن على الراوتر ده يقول له علشان تروح للشبكه 2 0 تمام؟ هتروح لمين؟ هتروح للانترفيس اللي هو مين؟ اللي هو ده. ويجي عند الراوتر الثاني يقول له علشان تروح للشبكه 1 0 تمام؟ هتروح للانترفيس الايه؟ الثاني ده. يبقى هو بدا يعرف الكلام ده بشكل ايه؟ بشكل مانوال. يبقى هنا بنقول اللي هو عباره عن ستاتيك ايه؟ ستاتيك راوتنج اللي هو مانوالي كونفيجرد باي الادمنستريتور. طيب ايه مشكله الستاتيك راوتنج؟ قال لك لو انت عندك لارج نتورك، لو عندك شبكه كبيره. قال لك هتبقى مشكله ازاي؟ هتقعد بقى كل شويه تعرف الشبكات انت بايدك مانوالي لكل راوتر موجود، لو انت عندك 20 راوتر هتقعد بقى تكتب على كل راوتر كونفيجريشن تقول له عشان تروح للشبكه الفلانيه تمام اخرج او روح النكست هوب الفلاني او المكان الفلاني. هل انت هتقعد تكتب الكلام ده كله على كل ايه؟ على كل راوتر؟ قال لك لا. فدي ليميتيشن، مشكله بالنسبه لايه؟ للستاتيك راوتنج. قال لك لو انت عندك التوبولوجي كل شويه بتتغير. بتتغير ازاي؟ باجي انا مثلا اضيف لك شبكه ثانيه وليكن مثلا كام؟ 10 0 اللي هو 192 168 10 0، هتقعد برضه تعمل نفس الكلام لو انا ضفت لك شبكه ثانيه تمام؟ هترجع تكتب الايه؟ الكونفجريشن على الراوتر الاولاني وعلى الراوتر الثاني. فده برضه ايه مشكله بالنسبه لي، ده سؤال بيجي في الامتحان دايما، يقول لك ايه؟ يقول لك ايه مشكله الايه؟ الاستاتيك راوت تمام؟ مشكلته في اللارج نتورك تمام؟ ومشكلته في حته الايه؟ الدايناميك ايه؟ توبولوجي تشينجز، كل شويه التوبولوجي تمام؟ مش ثابته، كل شويه بتتغير. فانت كل ما التوبولوجي تتغير كل ما تحتاج اللي انت تعمل ريكونفجريشن
للايه للنتورك الايه اللي موجود علشان تعرفها بالمسارات الايه اللي موجوده او الجديده اللي موجوده ايه اللي موجود عندك في الايه في النتورك بتاعك. تعال هنا، تعال اول لما نبتدي مع بعض بيعرفك يعني ايه كلمه اوتونوموس سيستم. تعال مع بعض نعرف مصطلح جديد اسمه الاوتونوموس سيستم. لو انت عندك مجموعه راوترات، مجموعه راوترات متصله ببعضها. يا باشمهندس مروان اتفضل. هو انا ما فهمتش الديناميك قوي بس. بتقول ايه؟ الديناميك. ما هو الديناميك هنتكلم عليه ان شاء الله في الجزء اللي بعد كده. الديناميك بالنسبه لنا هناخد فيه شوط كامل. هناخد فيه شوط كامل الديناميك ده بالايه؟ باللي فيه كله. تمام؟ هناخد فيه حاجه اسمها الاوس بيف اوبن شورتست باس فيرست بروتوكول، ده اللي بنقدر نتعامل من خلاله مع الديناميك ايه راوتنج، وهنعرف التاكسونومي او النمط بتاع الديناميك راوتنج بروتوكولز، هنعرف اللي هي منقسمه لمجموعه ايه؟ مجموعه اصناف. يعني هنعرف الكلام ده ان شاء الله في الايه؟ في السيشنز الايه؟ القادمه. خلينا دلوقتي بنركز في الايه؟ في الجزء بتاع اللي انت بتعرف يعني ايه اي بي راوتنج، يعني الراوتنج ده بيتم ازاي؟ طيب فانا بيكلمك عن مصطلح جديد اسمه الاوتونوموس سيستم. طيب يعني ايه اوتونوموس سيستم؟ قال لك انت عندك مجموعه راوترات، لو انا عندي مجموعه راوترات بتاعتي انا تمام، انا الاوبريتور الفلاني، يعني مثلا اوبريتور تي داتا، انا راجل بتاع شركه تي داتا وعندي شويه راوترات. شويه راوترات دول ملكي. تمام؟ وكلهم بيخضعوا للبوليسي بتاعتي. تمام؟ كلهم بيخضعوا لايه؟ للبوليسي بتاعتي، تمام؟ وبيخضعوا للايه؟ للدنيا كلها، او انا اللي متحكم فيهم. فبالنسبه لي هنا بسمي المجموعه الراوترات اللي هي تبع او تحت امره تمام اوبريتور او ادمنستريشن واحده، ده بنسميه اوتونوموس سيستم. عباره عن كولكشن اوف ايه؟ اوف نتوركس او كولكشن اوف نتوركس تمام اندر سنجل ادمنستريشن، تحت امره مين؟ تحت امره ادمنستريشن واحده، اللي هو بالنسبه لك ممكن يكون اوبريتور زي فودافون، زي تي داتا، زي اورنج، كل الناس دي عندهم مجموعه الاجهزه دي بتاعتهم هم شخصيا، فبنسمي الكلام ده كله ايه؟ اوتونوموس سيستم. وهتعرف فيما بعد الاوتونوموس سيستم ده عباره عن ايه. بعد كده بيقول لك السيناريو اللي احنا كنا بنتكلم عليه، بيقول لك اللي انت عندك هنا في راوتر وراوتر، عندك هنا لان 1 ولان 2 او شبكه ثانيه، وفي لان ايه 3 في النص زي ما احنا اتكلمنا مع بعض. الراوتر ده ما يعرفش الا لان 1 ولان كام؟ ولان 3، لكن ما يعرفش لان ايه؟ لان 2. الراجل ده يعرف لان 2 ولان كام؟ ولان 3. طيب عشان تعرفهم زي ما احنا اتفقنا في اكتر من سيناريو، في سيناريو ستاتيك وفي سيناريو دايناميك. قال لك هنا الراوتنج ديسيجنز، يعني ايه راوتنج ديسيجنز؟ ايه امتى تقول انا يعني في راوتر مثلا زي ما انت شايف، الراوتر ده عنده طريقين علشان يوصل للديستنيشن، عنده طريق اولاني تمام وطريق ثاني. هيحكم ما بينهم ازاي؟ هيقول انا اختار الطريق الاول ولا الطريق الثاني؟ قال لك اختار الاول ولا الطريق الثاني؟ قال لك في عندي مجموعه من الايه؟ من الكارتيرياز او مجموعه من الايه؟ البارامترز اللي انا على اساسها بختار المسار بتاعي او افضل مسار. تمام؟ يعني انا بيبقى عندي طريقين بيودوني لنفس الديستنيشن، طب انا هفضل انهي واحد فيهم؟ انا هختار انهي واحد فيهم؟ هل همشي هنا ولا همشي هنا؟ قال لك اول حاجه بتبص على اللونجست ماسك. لونجست ماسك يعني ايه؟ يعني انت هنا لو عندك طريق بيوديك مثلا للشبكه اللي هي كام؟ 10 0 0 مثلا كام؟ 0 تمام سلاش كام؟ 8. وفي عندك طريق ثاني بيوديك لنفس الشبكه دي تمام؟ نفس الشبكه دي بس سلاش كام؟ سلاش 16. هتفضل مين؟ يعني عندك طريق بيوديك لشبكه سلاش 8 وسلاش 16، هتفضل مين؟ قال لك افضل الطريق بتاع الشبكه اللي هي كام؟ سلاش ايه؟ سلاش 16. يعني نفس الشبكه بس الماسك مختلف. يعني انا اقدر اروح للشبكه دي سلاش 8 واقدر اروح لسلاش 16، هما يعني ايه؟ زي ما احنا بنقول الاي دي بتاعك ثابت واحد، يعني 10 0 0 0 و10 0 كام؟ 0 0. ده سلاش 8 وسلاش 16، انا افضل انهي واحد فيهم؟ انهي طريق؟ قال لك افضل الطريق اللي فيه سلاش 16، لان سلاش 16 ده هيضمن لك ان انت تقدر توصل للديستنيشن بتاعك. على عكس جاب سلاش 8. يعني زي ما بنقول كده ده اشمل وايه؟ واعم. اشمل واعم ليه؟ حد يعرف؟ يعني ليه انا فضلت سلاش 16 على سلاش 8؟ عشان في عدد اسمه ايه ده؟ اجهزه اكتر. عدد اجهزه، طب ما بتاع سلاش 8 هو اللي فيها اجهزه هوست سبت. نعم؟
سلاش 8 ده بيديك كم؟ اقل ولا ايه سوري؟ لا ما هو ما انا بقول، انا بقول لك انا هفضل سلاش 16. طيب انت ليه ما فضلتش سلاش 8؟ انا بقول عشان هو عدد الاجهزه فيها اقل يعني مش هيدور كتير. اه هو ده الفكره صح كده، هو الناس بيقول لك عشان عدد الاجهزه بالنسبه لك ايه هيكون اقل، وبالتالي هتقدر توصل للديستنيشن بشكل ايه اسرع. تمام، هتوصل للديستنيشن بتاعك بشكل ايه اسرع من حته اللي انت تدور في سلاش كام؟ في سلاش 8. تمام، على انك توصل تدور في ايه في سلاش 8. فقال لك اول كارتيريا بتبص على الايه، على اللونجست ماسك. تمام، اللونجست ماسك يعني الماسك الايه الاكبر. طب قال لك لو تساوينا في الماسك، يعني انا اعرف اروح لسلاش 8 وشبكه ثانيه سلاش 8، يعني اعرف اروح لنفس الشبكه بايه من خلال طريق ايه؟ قال لك هتفضل مين فيهم؟ قال لك هبص على اللوست بريفرنس. اللوست ايه بريفرنس؟ بريفرنس يعني ايه هنا؟ قال لك انت لما بيجي لك معلومه من بروتوكول، المعلومه اللي بتجي لك منه تمام، يعني انا قلت لك عندك طريقتين، طريقه ستاتيك وطريقه ايه دايناميك. نفترض ان انت جات لك معلومه من فلان، يعني انت جات لك فيه، انا بقول لك النهارده في سيشن تمام، فبعد كده جات لك معلومه من فلان بتقول لك النهارده ما فيش سيشن، يبقى انت بتثق في مين؟ قال لك المفروض هتثق فيا، لان انا ايه، انا اللي قلت لك مثلا ايه، انا الموثوقيه بتاعتي اعلى بالنسبه لي. لو انا قلت لك في سيشن يبقى في سيشن النهارده. طب لو واحد تاني اللي قال لك ما فيش سيشن، يبقى انت بتفضل مين؟ قال لك هتفضل اللي انا اقول لك اللي فيه سيشن النهارده. هي دي نفس الفكره. لو انا عندي طريقين لنفس الايه؟ لنفس المكان، بس واحد هو اللي مبلغني بيه تمام؟ يعني بروتوكول هو اللي مبلغني بالطريق الاولاني، وبروتوكول تاني مبلغني بالطريق الايه؟ التاني. باخد الاقل، البروتوكول الاقل في الموثوقيه، الاقل في الايه؟ في البريفرنس. ازاي؟ قال لك بالنسبه لو في حاجه دايركت كونكتد بيك بيكون الموثوقيه بتاعتها زيرو. بزيرو ازاي؟ يعني اعلى موثوقيه. يعني مثلا لو انا قلت لك انا واصل بيا الشبكه 10 0 0 0 دايركت كونكتد، يعني هي متصله بيا انا شخصيا، فالبريفرنس بتاعها بيكون كام؟ بيكون زيرو. يعني انت بتثق فيها بدرجه 100%، يعني صفر كل ما قل الرقم في السكيل بتاعك كل ما كان افضل، كل ما كان ايه افضل. يعني لو انا قلت انا دايركت كونكتد، يبقى انت بتعرف اللي انت بتثق فيها، مفيش كلام بعد ايه، بعد كلام. لو واحد تاني جه يقول لك انا عندي الشبكه 10 0 0 0 هتقول له لا ده هي دايركت كونكتد بيا، انت هتضحك عليه؟ يعني هي بتاعتي انا اصلا ودايركت ايه؟ كونكتد بيا، فانت هتفضل اللي هي الدايركت ايه؟ كونكتد، عشان دي اسئله بتيجي في الامتحان. دايركت كونكتد البريفرنس بتاعها كام؟ بزيرو. طب لو هي انا اعرفها من خلال بروتوكول تاني، لو انا عرفتها ستاتيك، لو انا عارفها ستاتيك بتبقى ب 60. لو انا عرفتها ستاتيك بتكون بكام؟ ب 60. طب انت هتفضل مين؟ قال لك لو انا عندي معلومه عرفتها دايركت او هي متصله بيا شخصيا، وجالي على نفس الشبكه معلومه ثانيه ستاتيك، يبقى انا افضل مين؟ قال لك افضل الدايركت اكيد. بتفضل اللوست ايه؟ اللوست بريفرنس. طيب عندك بروتوكول ثاني هنعرفه بعد كده اسمه الاوز بي اف. الاوز بي اف اي معلومه بيجي لك بيه بيبقى الايه؟ بيبقى البريفرنس بتاعته بكام؟ ب 10. طب لو انت جاي لك معلومه من الاوز بي اف ب 10 ومعلومه عن نفس الشبكه ستاتيك، هتفضل مين؟ قال لك افضل الاوز بي اف. تمام، افضل مين؟ المعلومه اللي جايه لي منين؟ من الاوز بي اف. طب لو عندك بعد كده حاجه اسمها الريب، هتلاقي البريفرنس بتاعته ب 100، بس طبعا الريب هنا اوت اوف سكوب بتاع السيرتيفيكيشن، كان موجود زمان بس ما عادش موجود. تمام، ما عادش موجود معانا، كان في بروتوكول بروتوكول راوتنج اسمه ايه؟ اسمه الريب، ما عادش موجود. انت هتاخد مين؟ هتاخد بالنسبه لك الايه؟ الاستاتيك، وهتاخد مين؟ الاوز بي. بس تبقى عارف معاك لو انت جالك معلومه ببروتوكول ببروتوكولين مختلفين، بتبص على الاقل في الايه؟ في البريفرنس بتاعك. لو جالي معلومه لنفس الديستنيشن، لنفس الايه؟ الديستنيشن، باخد الاقل في الايه؟ في البريفرنس. دي تاني حاجه انا ببص عليها. طيب لو احنا تساوينا في الايه؟ في البريفرنس، يعني جاي لي نفس المعلومه من نفس البروتوكول لنفس الديستنيشن. يعني انا جاي لي معلومتين للشبكه 10 0 0 كام؟ سلاش 8، جاي لي معلومه ستاتيك، جاي لي معلومه هنا ستاتيك، وجاي لي معلومه هنا ايه؟ ستاتيك، الاثنين بنفس الايه؟ البريفرنس، ده ب 60 وده بايه؟ ب 60. ابص لمين؟ قال لك بص لللوست كوست، الاقل في الكوست. الاقل في الايه؟ في الكوست. مين اللي الكوست بتاعه او التكلفه بتاعته قليله؟ يعني انا لما اروح من هنا هتكلف اقل، ولا لما اروح من هنا؟
الاقل في التكلفه بتاعتك لو انت عندك مثلا 1 2 وده بالنسبه لك كام 2 4 الاقل بالنسبه لك هيكون مين اللي هو الطريق اللي تحت بيكلفك 3 طب انت هتمشي فين في الطريق الايه اللي تحت طب قال لك لو الطريقين تساووا مع بعض قال لك الراجل ده ب6 والراجل ده ب6 مثلا ايه اللي هيحصل قال لك هتعمل حاجه اسمها لود بالانسنج لود بالانسنج يعني هتوزع احمال على الايه على الطريقين يعني هتبعت شويه من فوق وشويه من ايه من المسار اللي تحت يبقى هنا حته الراوتنج ديسيجن عشان ده سؤال بيجي في الامتحان دايما ومشهور لو انا عندي طريقين لنفس الديستنيشن تمام الطريقين دول جايين لي واحد اعرفه من خلال الاستاتيك والتاني اعرفه من خلال الاوس بيف هفضل انهي واحد فيهم مين اللي جاوبني الاوس بيف هو افضل الاوس بيف ليه بقى لان الاوس بيف هو الاقل في البريفرنس هو الاقل في مين في البريفرنس طب لو انا قلت لك جاي لطريقين يعني جاي لطريقين لنفس الديستنيشن من الاستاتيك ايه بالاستاتيك روت واحد فيهم الكوست بتاعه 5 والتاني الكوست 4 اروح لمين يبقى الكوست 4 اروح للكوست مين 4 طب لو انا قلت لك عندي شبكتين شبكه ماسك 8 وشبكه ثانيه ماسك 16 نفس الشبكه افضل انهي طريق فيهم ماسك 16 عشان افضل ماسك كام 16 افضل اللونجست ايه اللونجست ماسك تمام بفضل مين اللونجست ماسك علشان بالنسبه لي هيوصلني للسبيسيفيك ديستنيشن مباشره مش هيحتاج اللي انا اقعد ادور في ايه في رينج كبير طيب الترتيب بس معلش كده يا دكتور اتفضل الترتيب بتاعهم الترتيب بتاعهم اول حاجه ما احنا قلنا اهو اول حاجه اللونجست ايه ماسك لو الماسكات متساويه ببص على اللوست بريفرنس الاقل في البريفرنس طيب لو البريفرنس متساوي ببص على اللوست كوست لو الكوست متساوي بعمل لود بالانسنج انا بعمل ايه لود بالانسنج ايه بالنسبه لي فاهم كده طيب قال لك علشان استعرض الراوتنج تيبل علشان استعرض الراوتنج تيبل بتاعي تمام علشان استعرض الايه الراوتنج تيبل حد بيسال السؤال الاول تمام يبقى الكوست بالنسبه لك هو نفسه ايه نفس قصه المتريك كوست والمتريك الايه الدنيا مختلفه بس كايه كمسميات يعني طيب تعالى بقول لك هنا لو انت حابب تشوف الراوتنج تيبل بتاعك بتكتب الامر اللي اسمه ديسبلاي اي بي راوتنج تيبل لو انت كتبت الامر اللي اسمه ديسبلاي اي بي راوتنج تيبل وانت ما عندكش اي شبكات هيبتدي يعرض معاك الشبكه اللي هي الايه اللوب باك بتاعتك تمام شبكه لوب باك تمام لوب باك اللي هو ايه فاكر لما قلت لك اي كارت موجود بيبقى له لوب باك لوب باك علشان تقدر تعمل تيست للايه للكارت بتاعك وعلشان تقدر لو انت عندك لوب باك في الراوتر يعني انا عندي انترفيس لوب باك يعني انترفيس وهمي على الراوتر بتاعي تمام الانترفيس ده مثلا وليكن هنا باي ديفولت عاملينه 127.0.0.0.1 وانا حبيت اجرب سيرفيس معينه على مين على الراوتر ده يعني انا حبيت اعمل تلنت على نفسي تلنت على نفسي يعني ايه يعني اجرب انا عملت كونفيجريشن للتلنت اللي احنا قلناه اللي هو الفي تي واي تمام على الديفايس ده وحبيت اللي انا اجرب هل فعلا التلنت ده شغال ولا مش شغال هتعمل ايه قال لك هتيجي تعمل تلنت على 127.0.0.1 وبالتالي هنا انت بتعمل تلنت على نفسك بتشوف خدمه التلنت شغاله ولا لا هنا بيقول لك لما تيجي تعمل ديسبلاي اي بي راوتنج تيبل ايه اللي بيظهر لك بيظهر لك اللي في عندك باي ديفولت موجود اي بي اللي هو 127.0.0.1/32 معنى سلاش 32 اللي هو ده الاي بي بتاعي هو ده الشبكه كلها هو ده الايه؟ هو ده الاي بي، اي بي واحد في الايه؟ في النتورك نفسها تمام؟ الاي بي ده متصل على لوب باك زيرو على لوب باك مين؟ على لوب باك زيرو في الشبكه اللي هي كام؟ سلاش 8 مش احنا قلنا اللي في الشبكه اللي هي 127.0.0.0/8 دي محجوزه للايه؟ لللوب باك فهنا بيقول لك الشبكه دي فيها انت مستخدم فيها الهوست اللي هو كام 127.00 كام واحد لللوب باك طبعا احنا هنا لسه ما عملناش اي حاجه ما عملناش ايه اي حاجه ما عملتش اي حاجه ازاي قال لك ما عملتش لسه بقى ما عنديش اي شبكات باي ديفولت زي ما انت شايف في سؤال بيجي في الامتحان دايما بيقول لك الراوتنج تيبل بيتكون من ايه قال لك بيتكون من الديستنيشن الشبكه اللي انت هتروح لها البروتوكول بتاعك هل انت تعرف الشبكه دي دايركت ولا اوس بيف ولا ستاتيك ولا ريب ولا اي اس اي اس دي البروتوكولات المستخدمه في الراوتر يبقى هنا تاني حاجه او بارامتر موجود او اتريبيوت اسمه البروتو اللي هو البروتوكول بعد كده البريفرنس
البريفرنس هو مين بتاع البروتوكول. لو هو دايركت يبقى البريفرنس كام؟ زيرو. الكوست اللي هو التكلفه. طب ايه الفلاج ده؟ قال لك الفلاج يعني هل هو متحمل موجود اوريدي في الداون في الايه في الراوتنج تيبل. لان انت هتعرف بعد كده اللي فيه عندك اكتر من مسار. المسارات دي ممكن تكون معموله كمسار باك اب، باك اب يعني بديل، بس مش موجود في الراوتنج تيبل. فلما بيقول لك دي يعني معنى كده المسار ده متدون في الايه في الراوتنج تيبل اوريدي، انا شغال عليه اكشوال باص. اكشوال باص يعني ايه؟ يعني باص اقدر ابعت عليه ترافيك. تمام، باص اقدر ابعت عليه ترافيك. طيب نيكست هوب. النيكست هوب هنا بالنسبه لك اللي هو ايه الاي بي اللي انت هتروح له. يعني لو انت عندك مثلا راوتر وفي راوتر قصادك، وعندك هنا شبكه A وهنا شبكه B، لما تيجي تروح لشبكه B، لو انا بقول لك انت هتروح لشبكه B هتروح على النيكست هوب الايه الاي بي ده. يبقى النيكست هوب هو الاي بي بتاع الايه النيبر بتاعي او اللي قصادي اللي انا ايه هروح له، علشان هو عنده الشبكه مين؟ عنده الشبكه دي، عنده الشبكه دي. تمام، الانترفيس اللي هو الاوت باوند انترفيس، يعني عشان اروح للشبكه دي هخرج منين؟ إيه؟ يعني انا عشان اروح للشبكه بي وانا واقف على الراوتر ده هخرج من الانترفيس ده اللي هو مثلا وليكن هنا جيجا 0 على 0 على كام على 1. يبقى عندك البارامترز الديستنيشن والماسك البروتوكول البريفرنس الكوست النيكست هوب الانترفيس. طبعا الفلاج ده ما بيجيش كبارامتر في الاختيار، يبقى بيجي لك مين؟ ديستنيشن بروتوكول بريفرنس الكوست النيكست هوب الايه الانترفيس. يجي لك مالتيبل تشويس يقول لك الراوتنج تيبل بتاعك بيتكون من ايه؟ ديستنيشن البروتوكول البريفرنس الكوست النيكست هوب الايه الانترفيس او الاوت باوند ايه انترفيس. بنسميه اوت باوند انترفيس يعني المخرج بتاعي، المخرج بتاعي علشان اروح للشبكه الفلانيه. تعالى هنا زي ما انا قلت لك انا بفضل انهي واحد. زي ما انا اتكلمت معاك قال لك في جدول، لو المسار انت عارفه من خلال الدايركت بيكون البريفرنس 0، لو من خلال الروز بيف البريفرنس 10، لو من خلال الاستاتيك 60 الريب كام؟ الريب 100. لو هنا زي ما انت شايف في طريقين انا اعرفهم، وده سؤال دايما مشهور في الامتحان، في عندك طريقين لنفس الديستنيشن اللي هو 10 1 1 كام؟ 0. نفس الديستنيشن، طريق عرفته بالروز بيف وطريق عرفته بالريب، افضل مين؟ قال لك هتفضل طريق الاوز بيف، انت اللي هتمشي فيه عشان توصل لمين؟ للديستنيشن، وهو اللي هيكون موجود في الراوتنج تيبل. لو انت ملاحظ هنا علشان تروح للشبكه سلاش 30 هتعرفها، او المسار اللي نزل عندي اللي هو مين؟ الاوز بيف. البريفرنس بالنسبه لك 10 بوست 60 نيكست هوب 20 1 1 2، يعني انا هروح للراجل ده علشان اقدر اوصل لمين؟ الشبكه اللي هي كام؟ 10 1 1 كام؟ 1 1 0. يعني من الاخر كده انت واقف هنا عشان تروح للشبكه دي هتروح تروح لمين؟ نيكست هوب لمين؟ للاي بي ده، وبعد كده هيروح للاي بي ده هيقول له نيكست هوب هنا، وبعد كده ده هيقول له نيكست هوب. باشمهندس عبد الرحمن نبيل اتفضل. دكتور معلش بس الحته بتاعت النيكست هوب والانترفيس دي ممكن توضيح لها اكتر بس كده؟ طيب توضيح بالنسبه للحته دي. طيب بيقول لك هنا وانت واقف هنا وانت واقف على الار تي اي تمام، وانت خارج هتخرج من الانترفيس ده تمام، ممكن تخرج من الانترفيس ده اللي هو كام بالنسبه لك؟ هنا قال لك ايزر 0 على 0 على كام؟ على 0. لو انت هتخرج من هنا ده المخرج هتروح لمين؟ النيكست هوب مين؟ اللي هو الاي بي ده اللي هو اي بي الانترفيس اللي قصادك. تمام، هو ده الفكره. النيكست هوب اللي هو اي بي الانترفيس اللي قصادك، الاوت باوند انترفيس اللي هو المخرج بتاعك. تمام، المخرج ايه؟ المخرج بتاعك اللي انت خارج منه عشان توصل للشبكه 10 1 1 كام 0 سلاش كام 30. طيب بعد كده لو انت تساويت في البريفرنس بتبص على المتريك اللي هو الكوست. زميلكم اللي جنبه بيقول ايه ده اسمه متر؟ ما هو الكوست هو الايه؟ هو المتريك. لو انت ملاحظ زي ما نازل في الراوتنج تيبل اسمه ايه؟ كوست. هنا بيقول لك المتريك ب 100 ومتريك ب 50، في طريق بيكلفك 100 والطريق الثاني بيكلفك 50، هتختار مين؟ قال لك اللي هينزل في الراوتنج تيبل الطريق ابو كام؟ ابو 50 اللي هو الاقل في الايه؟ الاقل في الكوست. انت عارف من الاوز بيف وعارفه بالاوز بيف، يعني الطريقين عارفهم من خلال الاوز بيف. تمام، يبقى نفس البريفرنس. بعد كده تبص على مين؟ على الايه؟ على الكوست او ايه او المتريك بالنسبه لك. بعد كده بيجي يقول لك ازاي الراوتنج تيبل بايه بنبنيه؟ الراوتنج تيبل بنبنيه ازاي؟ قال لك اول حاجه بتديسكفر الدايركت كونكتد بيك. ايه الدايركت كونكتد بيك؟ قال لك 10 1 1 كام؟ 0. ده دايركت كونكتد بيك. بعد كده لو في مسارات بعد كده عرفها ستاتيك تمام هتبتدي تنزل في الراوتنج تيبل.
وبعد كده لو في مواصلات اعرفها دايناميك هتنزل في الايه في الراوتنج تيبل بتاعك. تمام؟ مش فاهم المترك، مش فاهم ايه المترك ب 100. المترك ب 100 ده اللي هو التكلفه بتاعه الطريق نفسها، يعني انت لما تخرج منين من الانترفيس ده لحد ما توصل للديستنيشن تمام هيكلفك كام؟ هيكلفك الطريق كله 100. تمام؟ 100 ده اللي هو زي ايه ويت كده معين، يعني هيكلفك رقم معين وهتعرفه ان شاء الله بالتفصيل في اللي جاي. المترك هنا عشان اخرج اوصل للديستنيشن من الطريق الثاني هيكلفني 50، ده رقم يعني مجرد رقم بيتم حسابه، هتعرف بعد كده هيتم حسابه على اساس ايه. بعد كده بيقول لك الايه اللونجست ماتش. اللونجست ماتش اللي هو الماسك الاعلى. لو انت شايف هنا نفس الايه نفس الشبكه اهو، تعالى بص معاك نفس الشبكه اعرفها تمام، بس واحده سلاش 24 والثانيه سلاش 30. انا فضلت مين؟ قال لك اتفضل الايه الماسك الايه الاعلى. تمام؟ ببص على الايه اللونجست ماتش الايه الاعلى. اللونجست ماتش بالنسبه لي اللي هو مين؟ اللي هو سلاش 30. ده اللي هيماتش معاك هيماتش معاك بايه بشكل ايه اوضح يعني زي ما احنا قلنا. فانت هتفضل مين؟ هتفضل الراجل سلاش كام 30، عشان ده دايما سؤال بيجي في الامتحان برضه بيجيب لك نفس الكلام ويقول لك هتعمل فورواردنج في انهي واحده فيهم؟ سلاش 24 ولا سلاش 30؟ هتقول له سلاش كام؟ سلاش 30. بعد كده بيشرح لك ازاي الباكت بتوصل من السورس للايه للديستنيشن. اول حاجه زي ما انت شايف دي باكت تمام، بيبتدي يبعتها على الانترفيس اللي هو الاوت باوند انترفيس، بتروح للنكست هوب تمام. بعد ما تروح للنكست هوب بتوصل لمين؟ للديستنيشن بتاعك. يبقى انت تعرف ان ده اوت باوند انترفيس، ده اسمه النكست هوب تمام، ده اسمه الديستنيشن تمام، ده اسمه الايه الاي بي باكت بالنسبه لك. تعالى نشوف الايه الدنيا.